شيلر سيستم. شيلر سيستم بيتكون من سري سيركت، 3 دوائر، دايرتين للميه ودايره للفريون. النهارده الفيديو بتاعي مهم جدا، لان هتكلم على اجهزه الكنترول اللي هتركب على خط الميه. ايه اجهزه الكنترول اللي هتركب؟ نوعها ايه؟ مواصفاتها ايه؟ بتعمل ايه؟ اجهزه الكنترول بيتم توصيلها بالبي ام اس. فيديو مهم جدا هيفيدنا كتير، ويلا بينا نبتدي على بركه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل خلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. التشيلر، التشيلر بيتكون من 3 دوائر، دايرتين للمية ودائرة للفريون. ال3 دوائر بيكونوا منفصلين عن بعض، ولكن يكون بتجميعهم في مكان واحد وهو التشيلر. ولكن التجميع هنا يتم فيه عملية تبادل حراري بين الدوائر وبعضها، وهذا ما سنعرفه. دائرة الماء الأولى، وهي خاصة بالشيلد ووتر سيستم، اللي هي دايرة الماء المثلج. يمر الماء خلال الإيفابوريتور، ويكون بامب بدفع هذا الماء داخل دايرة الفان كول يونت أو الإير هاندلينج يونت. الدايرة التانية، وهي دايرة ماء تبريد المكثف، يمر الماء في المكثف بغرض تبريده حتى يتكثف مركب التبريد ويتحول من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة. بالتبادل الحراري داخل الكوندنسر بين الماء والفريون ترتفع درجة حرارة المية، وبواسطة بامب يتم دفع هذا الماء ذو درجة الحرارة المرتفعة داخل الكولينج تاور، وده برج التبريد اللي بيتم فيه تبريد المية عشان اقدر ارجعها تاني للكوندنسر عشان اقدر ابرد الكوندنسر واحول مركب التبريد من الحالة الغازية للحالة السائلة. اما الدائرة الاخيرة اللي هي دائرة الفريون، دائرة الفريون هنا ممكن تحتوي على كومبريسور او 2 او 3 على حسب الحمل بتاعها. ايضا بتحتوي على كوندنسر، وبتحتوي على اورفس اللي هو صمام تمدد، وتحتوي على الايفابوريتور. في الدائرة دي بيتحول مركب التبريد من الحالة الغازية الى الحالة السائلة، طبعا ده بيتم داخل المكثف، وبيتحول من الحالة السائلة الى الحالة الغازية، وده بيتم داخل المبخر. طبعا اكيد بنحصل على التبريد داخل المبخر من تحويل السائل الى غاز، وده طبعا بيتم عن طريق التبادل الحراري داخل الايفابوريتور. بيتم تبريد المية بالحالة ديت، واستخدام المية في تبريد الاماكن المطلوبة. زي ما احنا شايفين بناخد المية الباردة اللي طالعة من الايفابوريتور عن طريق بامب، وبيتم دفعها داخل سواء كان بقى اير هاندلنج يونت او بدخلها على الغرف بتاعتي عن طريق الفان كول يونت. طبعا دي لسه انا بنشرح الجزئيه دي. الغرض من الموضوع احنا بنتكلم هنا على دايرتين للميه. دي دايره ميكانيكيه، مواسير بيمشي فيها ميه. عندي بامب، عندي اير هاندلنج يونت، عندي هنا ايفابوريتور، وهنا دايره تانيه فيها كولينج تاور. طب ايه اجهزه الكنترول بتركب هنا في الدايره دي؟ الاجهزه الكنترول اللي انا بتحكم فيها. طب نبص مع بعض كده. عندي دي الدائرة الميكانيكية، عندي الكمبريسور، عندي الكوندنسر، عندي الإيفابوريتور، وعندي هنا الأورفيس اللي هو صمام تمدد. طبعا هنا بقول عليه أورفيس اللي هو طبعا هو صمام تمدد بس بأقطار كبيرة، فبيتقال عليه هنا أورفيس. عندي هنا الكوندنسر، وعندي هنا الإيفابوريتور. طبعا الكوندنسر والإيفابوريتور من النوع المغمور، يعني بيدخل مركب التبريد في قلب الخزان ده او الشيلد ده، وعندي هنا مواسير ميه اللي بيمشي فيها الميه، وبيتم التبادل الحراري. يعني مركب التبريد هو اللي بيحيط بالمواسير زي ما احنا شايفين هنا، سواء في الكوندنسر او في الايفابوريتور. ده من نوع الفلوديت اللي هو المغمور، يعني مركب التبريد هو اللي بيحيط بالمواسير. عندي هنا مجموعه مواسير الخاصه بالمكثف، طبعا اكيد راح على برج التبريد. وهنا مجموعة مواسير اللي راح على وحدة المناولة اللي هي الاير هاندلنج يونت او الفانكول يونت. دي دايرة بقى شيلد سيستم، شيلد ووتر سيستم، دايرة المياه المثلجة. بيتم عملية التبادل هنا، التبادل الحراري بين الفريون والمواسير ديت عشان اقدر اعمل تبريد للفريون، وبالتالي بيحوله من الحالة الغازية للحالة السائلة. نشوف اللون الكالر
اسف نادى تاني. نبص هنا على اللون الاحمر هنا واللون الاسمر. اللون الاحمر هو بيتكلمنا على هاي بريشر، هنا ضغط عالي لحد الاورفيس، بعد كده بلاقي الضغط هنا انخفض. واللي بيعمل الكلام ده طبعا هو الاورفيس، بيخفض ضغط مركب التبريد من الضغط العالي لضغط منخفض زي ما احنا شايفين. طيب احنا عايزين نعمل ايه بقى؟ عايز اجيب دايرة المية بتاعت اللي راح على برج التبريد، اللي هي راحة جاية هنا من الكوندنسر، واشوف دايرة المية اللي هي راحة على وحدة منوت الهواء. ايه الاجهزة وايه الشغل اللي موجود عليها؟ نبص كده مع بعض. دايرة الفريون اهي، خدت انا بقى بتكلم هنا على دايرة المية اللي راح على الكولينج تاور. ايه بقى المتركب هنا؟ دي اجهزة ميكانيكية، ده صمام تحكم يدوي عشان اقدر اقفل هنا واقفل هنا، ده صمام تحكم يدوي بقفل هنا وبقفل هنا، بقفل بالخط هنا. طبعا ده بيبقى قريب من التشيلر، وده هنا بيبقى قريب من الكولينج تاور. هنا عندي البامب اللي بسحب بيها المية وبدفعها عشان تقدر توصل للكولينج تاور، ده اتجاه المية. هنا ده عندي فلتر، وطبعا هشرح الفلتر دوت، ده عشان اقدر انقي بيه المية من اي رواسب تكون موجودة فيه. بدخل المية من تحت بخرجها من فوق. طب ليه بقى؟ ده في حكمة، ليه انا بدخل المية من تحت وبطلعها من فوق؟ ليه ما دخلتهاش من فوق وخدتها من تحت؟ نبص مع بعض. لو انا عكست ودخلت المية من فوق، نبص المية لو هي نازلة ممكن يحصل هنا فقاقيع هواء وهي بتنزل من فوق لتحت، وبالتالي مية بتدفع هواء في مية. لا، هنا بقى عندي حاجة كويسة أوي، بدخل المية من تحت، المية لما تخش من تحت تبقى الكثافة بتاعتها عالية، لو في حتى أي هواء موجود بتدفع الهواء قدامها. بستقبل أنا بقى الموضوع ده هنا، بركب إيه؟ بركب إير فينت. ده إيه؟ بيخرج لي الهواء اللي في المواسير. يبقى إحنا زي ما شايفين كده، باخد المية من تحت بدخلها، لو في اي هواء موجود في الدايره الميه هي بتدفع الهواء قدامها. اجي هنا استقبل بالموضوع ده بير فينت، بعمل ايه؟ بخرج الهواء اللي موجود هنا في قلب المواسير. يبقى عرفنا الاير فينت. قبل ما اخش على جهاز الكنترول، في عندنا صمام عدم رجوع شيك فالف عشان ما يخليش الميه ترجع في المكان ده. طب انا ليه حطيته في المكان ده؟ في البدايه طبعا احنا الخط المواسير ده بيبقى خط راسي قرا على الكولينج تاور. الكولينج تاور ده بيتحط فوق على الروف على مكان على سطح المبنى. لو الدايره في حاله اوف، لما اجي اشغلها طبعا الخط ده بيبقى فيه ميه، وطبعا ده بيبقى هيد عالي جدا على البامب، فانا عايز انا افصل اقطع، مش عايز المية تنزل لي تبقى ضغطة على الخارج بتاع الباب. فبعمل هنا شيك فالف اللي هو يسمح المية تمشي في الاتجاه ده ما ترجعش في الاتجاه ده، عشان ما يبقاش هيد كبير قوي على البامب لما تيجي تشتغل. نيجي بقى ناخد أجهزة الكنترول اللي بتركب على الخط هنا. ايه الأجهزة اللي بيتم تركيبها؟ أول حاجة باترفلاي. ايه هو الباترفلاي؟ باترفلاي ده عامل زي الصمام اليدوي كده، جيت فالف. بس هنا في الصمام اليدوي ده انا بقدر افتح وبقفل بعد ميه او بوقف مرور الميه. هنا في البتر فلاي لا، ده انا بياخد الاشاره من البي ام اس، جهاز السيستم، جهاز الكنترول، بقول له افتح اعدي ميه، اقول له اقفل ما تعديش ميه. ده بيبقى فيه منه جزء كهربي وجزء ميكانيكي موجودين هنا. الجزء الكهربي بيوصل له التيار الكهربي، اما الجزء الميكانيكي اللي هنا بيتركب هنا عن طريق فلانشات بمركب، وطبعا عبارة عن بوابة بتعدي أو ما بتعديش. في البترفلاي طبعا زي ما قلت الجزء الكهربي بيوصله تيار كهربي، بياخد إشارة من البي ام اس بقول له افتح أو اقفل، وباخد برضه منه فيدباك للبي ام اس، بقول له والله أنا فتحت بس في مية عدت أو مفيش مية عدت. طبعا لو مفيش مية عدت بيقوم إيه، مدي إشارة اللي هو يقفل الإشارة على طول.
يعتبر دوت اول خط دفاع في حالة حدوث اي مشكلة او عدم مرور مياه. بعرف مفيش مياه، انا فاتح بس مفيش مياه بتعدي، يبقى في مشكلة موجودة لازم احلها الاول. يبقى على طول لازم اقوم قافل وفصل التشيلر عشان اعرف فين المشكلة. ده بالنسبة للباترفلاي. طبعا ده انا هشرحه بالتفصيل في فيديوهات تانية. تمبريتشر سنسور، طبعا من اسمه احنا عارفين حساس درجة حرارة، يتحط واحد في دخول التشيلر وواحد في خروج التشيلر. اللي في خروج التشيلر ده بيبقى اساسي عندي عشان اعرف درجة حرارة خروج المية من التشيلر قد ايه اللي راح على الكولينج تاور. بعد كده عندي حاجة اسمه فلو سويتش. فلو سويتش جهاز مهم جدا، هنا بيتحط هنا على الخرج المية في التشيلر. بعرف كمية المية المعدية قد ايه، عشان لو الكمية دي قلت على طول بكده في مشكلة لازم احلها. لما عندي مثلا الفلتر مسدود او كمية المية معدية او في مشكلة في البامب، يبقى في الحالة ديت على طول لو انا عرفت ان الفلو سويتش بعرف منه كمية المية لو قلت عن حد معين افصل على طول، اعمل اوف او شوت داون للتشيلر. لازم اعرف فين المشكلة. طبعا فلو سويتش في منه ميكانيك وفي منه كهربي، طبعا ده يبقى ليه شرح برضو فيديو لوحده خالص هو والباترفلاي. بعد كده عندي هنا بريشر ترانسميتر، طبعا من اسمه انا عارف. هنا بقدر اشوف الضغط في دخول المية وخروج المية. طبعا هنا دوت للرؤية وليس للكنترول، عشان اعرف هنا الضغط قد ايه وهنا الضغط قد ايه. مثلا بيروح الفني بيبص يشوف هنا الضغط كام، يشوف هنا الضغط كام. اما بالنسبة لاجهزة الكنترول اللي بتتوصل بالبي ام اس، عند الباترفلاي وعند التموشا سيرسور وعند الفلو سويتش، دول بيتوصلوا عشان لو في اي مشكلة اقدر اعمل كنترول على الدائرة على طول. ده الادفنت، وزي ما اتكلمنا كده وقلنا بتركب فين، بتركب هنا عند خرج المية زي ما احنا شايفين كده، زي ما احنا سايلين من شوية دخول المية بيكون من تحت عشان كثافة المية بيبقى أكبر وأتقل من كثافة الهواء. لو في أي هواء موجود المية تمزق الهواء. واجي هنا بقى ومستنيه هنا، لو في أي هواء موجود طبعا أقوم مخرجه من الإيرفنت. طب ليه أنا بخرج الهواء؟ وجود الهواء داخل المواسير هيقلل من انتقال الحرارة، فلازم اخرج الهواء الموجود. فلو في هواء موجود انا كده كده بدخل المية من تحت، بقوم زق الهواء فوق زقه، والمية وهي معدية بقوم مطلع الهواء من الايرفنتين. يبقى انا كده اتخلصت من الهواء الموجود في الدايرة. نيجي بقى لشيلد ووتر سيستم. يعني انا بعمل ده كله عشان الدايرة دي، دايرة الماء المسلك اللي انا ببرد المية، ببرد المية عشان ادخلها بقى فان كول يونت او الاير هاندلنج يونت. طبعا زي ما احنا شايفين بيبقى عندي هنا محبس يدوي، محبس يدوي موجود لو انا عايز اقفل ممكن احط محبسين هنا كمان. طبعا لو انا عايز اقفل مرور المية يدويا بقول للفني روح اقفل ده اقفل ده لحد ما اخلص المشكلة. لو في مشكلة هنا بقوم قافل المية هنا وقافل المية، طبعا اعمل شوت داون للتشيلر وبقفل ليه عشان لما اجي هنا اعمل صيانه ولا اي حاجه افك واعمل ما اطلعش الميه الموجوده في الدايره كلها. ده اللي هو الصمام اليدوي، ملوش اي دعوه بالكنترول. طبعا هنا عندي البامب وعندي هنا الفلتر اللي هو برضو هيبقى ليه فيديو اللي انا عايز اشرحه، اللي هو مهم جدا الفلتر دوت، لانه بيتخلص من اي رواسب موجوده في الميه. اي رواسب لو دخلت جوه التشيلر طبعا هتعيق من انتقال الحراره، ووجود الرواسب جوه هتبقى مشكلة كبيرة جدا وهتبقى مشكلة في التنظيف كمان. بعد كده زي ما احنا قلنا ايرفنت بركبه فين؟ في خرج المية. طبعا اي خرج المية بركب في ايرفنت على طول عشان لو في هواء موجود في المواسير اقدر اطلعه. هنا صمام عدم رجوع اللي هو تشيك فالف عشان اخلي المية تمشي في الاتجاه ده مترجعش تاني، عشان ما يكونش لود على البامب لما تيجي تشتغل. نيجي بقى نمسك باتر فلاي.
زي ما قلنا مهم جدا ان انا بتحكم فيه كنترول عن طريق السيستم، بشغل بشغل بمرر ميه او ما بمررش ميه، وباخد منه فيدباك، بعرف ان الميه عدت بالفعل ولا ما عدتش، يعني في ميه بتمشي ولا لا. لو مفيش ميه على طول بقوم عامل شوت داون للكنترول، شوت داون على طول للتشيلر، وابدا اشوف المشكله ايه واحلها. عندي تمبريتشر سنسور لازم بقيس درجه الحراره، بقيسها في الدخول وبقيسها في الخروج. هل انا بردت الميه؟ بردتها. ما درجه حراره الميه وصلت قد ايه؟ مهمه جدا. طبعا بيتوصل بالبي ام اس عشان اقدر اشوفه من اي مكان في الدنيا، اعرف التشارت بتاعي واشوف درجه الحراره دخول وخروج قد ايه. كلوز سويتش، بقدر اشوف كميه الميه، في ميه معديه ولا مفيش في ميه. طب الميه دي قلت عن الحد المسموح بيه، تبقى مشكله. بقوم على طول فاصل واشوف المشكله ايه. بريشر ترانسميتر، بقيس الضغط في الدخول، بقيس الضغط في الخروج. طبعا اللي بقيس الضغط هنا دي طبعا للرؤيه بس، اللي انا بقدر اشوف واخد قرايات. اما بالنسبه للباتر فراي والتمبريتشر سنسور وفلو سويتش، ده بيتوصل باجهزه الكنترول، بتحكم فيها واقدر اشوف بعيني في ايه بالظبط، وببدا اديله اوردر لو في مشكله اعمل كذا، لو في مشكله اعمل كذا، ويبدا يديلي قرار عشان يحذرني لو الميه مثلا هنا في الفلوسوتش قلت عن حد معين. طبعا دي تبقى مشكله كبيره لازم حلها فورا. وكده يبقى احنا اتكلمنا على اجهزه الكنترول اللي بيتم تركيبها، عرفنا يعني ايه بي اف، عرفنا يعني ايه تي اس، عرفنا يعني ايه اف اس، عرفنا يعني بي تي يعني ايه الايرفنت. معلومات مهمة جدا هتفيدنا كتير في شغل الكنترول، اساس عندي في دائرة المية، سواء كانت لبرج التبريد او دائرة المية اللي هي الشيلد ووتر سيستم، دائرة المياه المسلج. اتمنى يكون الموضوع بسيط، ونبدأ بقى نخش في الفيديوهات الجاية إن شاء الله، نشرح الباتر فلاي، نشرح الفلو سويتش وأنواعه، نعرف الأجزاء دي من جوه وتوصيلها إزاي عشان ناخد معلومات إيه أكتر. ويبقى برضو عندي الفلتر عايز أشرحه وأعرف إيه اللي جواه ويخش منين ويطلع منين، وليه الفتحة الدخول كده ودي الخروج كده. يعني إن شاء الله هيبقى في شوية فيديوهات كويسة جدا الفترة الجاية. شكرا جدا، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.